سيدنا عمر أيها الإخوة جاءه جبلة ملك الغساسنة مسلماً، فرح به ورحب به. هذا الملك في أثناء طواف حول الكعبة بدوي من قبيلة فزارة داس طرف ردائه فانخلع رداؤه عن كتفه. هو ملك جبلة ابن الأيهم ملك الغساسنة، جاء مسلماً طاف حول الكعبة، بدوي داس طرف إزاره فانخلع رداؤه عن كتفه، فضرب هذا الأعرابي ضربة هشمت أنفه وسال الدم. هذا الأعرابي شكاه إلى سيدنا عمر، سيدنا عمر جاء به أمام سيدنا عمر ملك الغساسنة وبدوي من فزارة. شاعر معاصر صاغ هذه القصة شعراً، قال عمر لجبلة: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ فقال جبلة: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. قال عمر: أرضي الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ فقال سيدنا عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبلة: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. إخوتنا الكرام، بعض الفلاسفة أو المفكرين في شمال إفريقيا في بلد الجزائر رأوا أن العالم مر بمراحل ثلاث: عصر المبادئ، ثم عصر الأشخاص، ثم عصر الأشياء. الآن الإنسان بيستمد قيمته من مساحة بيته، بيستمد قيمته من نوع سيارته، ومن رقم آخر مع النوع في 200 في 600 مثلاً. فلذلك تستمد مكانة الإنسان كما ورد قيمة المرء متاعه. القيمة الآن التفاضلية بين الناس متاع الإنسان، أما في عصور سابقة القيمة أخلاقية.